طيب هنكمل محاضرات الـ Image Enhancement. طبعا احنا اتكلمنا وعرفنا ان عشان اعمل الـ Enhancement لازم اعرف انا الـ Input بتاع الـ Image في الـ Special Domain ولا في الـ Frequency Domain. وحتى وقتنا هذا احنا كل الشغل بتاعنا على الـ Special Domain، تمام؟ لما جينا قلنا هنشتغل على الـ Special Domain Image او الـ Special Image، قلنا ان الشغل او الفلترنج او الـ Enhancement ممكن يبقى 3 انواع، في Point Enhancement وفي لوكال انهانسمنت في جلوبال انهانسمنت. البوينت انهانسمنت بيكون عندي نقطة بستخدمها علشان اجيب نيو بوينت او نيو بيكسل فاليو، لكن في اللوكال انا بستخدم ريجون كاملة عشان اجيب اونلي 1 بيكسل في البيكسل الجديد او في الايمج الجديد، تمام؟ فاحنا المحاضرة اللي فاتت كانت كلها الجوريزمز او ميثودز للتعامل مع البوينت انهانسمنت، والمحاضرة دي كلها عن اللوكال انهانسمنت، تمام؟ طيب مبدئيا بس عايزين نراجع كده النيبر هود اللي احنا كنا خدناها. كنا قلنا ان انا عندي 3 انواع من النيبر هود، يا اما يبقى البكسل اللي جنبي البكسل اللي انا فيها بكونسيدر البوينت اللي موجودة فيرتيكال او هوريزونتال، وساعات وكنا بنسميها بي 4 ان او ان 4 بي، او ان انا النيبر هود استخدم او اكونسيدر الجيران بتوع البكسل اللي هم فيرتيكال اللي هم دايجونال، البوينت دي ودي ودي ودي، بحيث ان هو النقط اللي موجوده كده يعني، تمام؟ بالنسبه للنقطه دي. طيب طبعا اول حاله الثالثه هو ان انا اكونسيدر الايه الثمانيه بوينتس كلهم، اللي هو فيرتيكال سوري هوريزونتال وفيرتيكال او دايجونال الاثنين. ف ممكن اكونسيدر يبقى عندي نقطه اللي هي في الاصل دي، اكونسيدر النقط الثمانيه اللي حواليها سواء كان فيرتيكال او هوريزونتال او دايجونال، تمام؟ دي النيبر هود. بستفاد ايه من النيبر هود دي؟ ان انا لو عايزه معايا ايمج اولد او معايا ايمج اللي هي انبوب، ببقى عايزه اجيب ايمج تانية نيو، بضطر ان انا اعدي فلتر. يعني لو في وقت ما عايز اجيب البيكسل فاليو دي قيمتها كام وهي اصلا في الاصل كانت كده، بضطر ان انا اخد فلتر حواليها او باخد نيبر هود حواليها، بحيث ان الديزيشن بتاعي ما بيكونش بيزد على ايه؟ على النقطه دي، ما بعملش ترانسفورميشن على النقطه دي بس، ما بقولش مثلا ال ماينس 1 ماينس الار تروح مدياني الاس، تمام؟ البيكسل فاليو هنا ار وهنا البيكسل فاليو اس، لا ببدا اعمل ترانسفورميشن على الريجون دي كلها، تمام؟ عشان كده سميناها لوكال انهانسمنت. طيب علشان اعمل حاجه زي كده، عشان خاطر اخد ديزيشن اعمل ترانسفورميشن على ريجون كامله عشان اوصل للنيو بيكسل فاليو اللي هي الاس دي، عندي انواع كتيره من الفلترز وكل واحد فيهم ليه هدف، وكل واحد فيهم فاليد لابلكيشن معينه. يعني واحد فيهم بيقلل النويز، واحد فيهم بيعمل بلورنج، واحد فيهم بيشتغل على انواع نويز معينه وهكذا، تمام؟ فده السبيشال فلترنج. طبعا لازم نفرق ما بين فلترنج والفلتر اللي انا يعني الفلترنج دي معناها ان انا عايزه اكونسيدر الار بالريجن بتاعتها عشان اجيب ايه نيو بيكسل، تمام؟ ده الفلترنج. الويندو دي بقى اللي هي دي ساعات بنسميه فلتر او بنسميه كيرنل، بنسميه ماسك او كيرنل او تمبلت او ويندو، ممكن نسميه فلتر برضه عادي، خلاص؟ بس في فرق بين الفلتر والفلترنج. فلترنج از ذا بروسيس، والفلتر از ذا ايه؟ از ذا ماسك اللي انا بستخدمه عشان اعمل فلترنج ده، اوكي؟ طيب عادة ما الفلتر ده المفروض السايز بتاعه، يعني انا دلوقتي عامله سايز ده 3 في 3، يعني باخد البيكسل دي ويبقى كونسيدر بيكسل من يمين وبيكسل من الشمال وواحده من فوق وواحده من تحت، تمام؟ ما انا ممكن اعمل فلتر كده، يعني ايه الفكره؟ ما انا ممكن اعمل ليه ما اعملش فلتر كده؟ وليه وتكون البكسل دي اللي انا انترستد بيها، وباخد واحده من اليمين واحده من تحت وواحده دايجونال بس، ليه باخد كتير؟ هي الفكره كلها ان يفضل ان السايز اوف الماسك يبقى اود، يبقى رقم فردي، بحيث ان انا بكونسيدر الاختلاف
يعني انت ايش عرفك ان النقطة دي مختلفة عن دي، بس يمكن تكون مختلفة عن دي برضو، فاهمني؟ فاحنا المفروض نكونسيدر ال تو دايركشن، سواء كان يمين شمال فوق تحت، عشان اكريت الويندو او عشان اكريت النيو بيكسل. لان ممكن النقطة دي تكون لو عملت كونسيدريشن للفلتر ده او الويندو دي، انا كده ببقى متحيز على الجانب اليمين ومتحيز على الجانب الايه اللي هو تحت، ممكن يكون الاختلاف ظاهر قوي في الريجون دي. تمام. فان جنرال يفضل ان الويندو سايز يبقى اود، يعني فردي، بحيث ان انا اخد من اليمين واخد من الشمال واخد من فوق واخد من تحت، اخد من جميع الجوانب. وليه اود؟ يعني لما انا بعمل بكونسيدر كده، هتلاحظ ان انا دايما عندي ايه، عندي 1 2 3 4، ده بيكون لي 4 او ايفن نمبر اوف او ايفن ويدث من الويندو. طبعا فكرة ان انا اخد اود ويبقى 3 في 3 ده مش ثابت، انا ممكن اخد 5 في 5، يعني ممكن يبقى عندي البيكسل عايزه، ممكن عايزه ازود الايفكت اوف البلورينج، ممكن يبقى عندي البيكسل دي واخد 2 بيكسلز جنبها من اليمين و2 بيكسلز جنبها من الشمال، وطبعا 2 بيكسلز من فوق. مش عارفه انا كده مثلا 2 بيكسلز من فوق 2 بيكسلز من تحت، فيبقى الويندو 1 2 3 4 5. تمام. 1 2 3 4 5، فدي ده الويندو بتاعي، ان انا بكونسيدر 2 من اليمين مش واحده بس، و2 من الشمال طبعا او العكس، و2 فوق و2 تحت، وكذلك 2 من الدياجونال و2 من الدياجونال. يبقى الويندو بتاعتي عباره عن 5 في 5. هي المهم ان هي تبقى ايه، تبقى 3 في 3، 5 في 5، 7 في 7. بيبقى مش منطقي قوي، يعني انت لو عملت فلترنج باستخدام 2 في 2 هيديك ريزلت عادي، بس مش هيبقى ريزلت منطقيه او مش هيبقى ريزلت جنرال يعني. تمام. وبالتالي يفضل ان الفلتر سايز او الكيرنل سايز يبقى اوكي. طيب الفلترنج بيحصل ازاي؟ يعني ازاي بجيب النيو بيكسل اللي هي اسمها اس؟ انت بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بيبقى انا عندي البيكسل الاصليه، مثلا في هنا 1 في هنا 2، بفترض مثلا في هنا 5 في هنا مثلا 3 في هنا 10، اي حاجه. تمام. دي الايمج الاصليه. اللي بيحصل ان انت بتعمل حاجه اسمها بتعمل سميشن لضرب. يعني ايه سميشن لضرب؟ يعني بيبقى عندك هنا قيمه بتضربها في قيمه، وبعدين السميشن ده بيكون اتريشن او في لوب يعني تشتغل. فاللي بيحصل بقى ايه، انت بيكون عندك الايمج الاصليه زي ما انا قلت كده، فيها البيكسل فاليوز دي. طبعا انا ممكن المفروض ان املاها مثلا 4 5 8 1 2 وهكذا. دي الايمج الاصليه، دي البيكسل فاليو في الريجن اللي هي 3 في 3. تمام. بيبقى عندك الايمج دي وعندك فلتر تاني، فلتر اصلا او الويندو اللي انت عايز تشتغل عليها، عايز تقول ان انا مثلا اطبق فلتر بيعمل بلورينج، هعمل فلتر بيعمل شاربنينج وهكذا. فالفلتر ده مثلا ولنفرض فيه 4، و افرض مثلا فيه 1 و1 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 وهنا وسالب 4. تمام. مثلا فاللي هيحصل ايه، ان انت هتشوف البيكسل دي، هتجيب الويندو دي السنتر بتاعها يبقى على السنتر بتاع دي، بحيث يكون لك في الاخر البتاع الاحمر ده، الكونتور الاحمر ده، فاهمني؟ فانت هتجيب السالب 4 تحطها كام على 5، وبالتالي هيبقى عندك هي طبعا دي بيبقى هنا زيرو. طبعا ده نوع من انواع الفلتر عادي او كيرنل فيها فاليوز، هنبقى يعني نفهم طبعا بعد كده الفاليوز دي معناها ايه، واللي بتختلف من فلتر لفلتر. افرض مثلا عندي ويندو بالمنظر ده، او كيرنل او فلتر، والويندو دي 3 في 3. تمام. بتخلي السنتر بتاع الويندو دي موجود على السنتر بتاع البيكسل اللي انت انترستد بيها. تمام. وبتبدا تعمل بقى ايه، تضرب، تعمل ضرب وتجمع. يعني ايه؟ يعني تاخد الصفر دي تضربها، الصفر اللي هي الاول بيكسل تضربها في الثلاثه، فمعاك ايه، صفر في ثلاثه. بعدين بتعمل زائد، زائد ايه بقى، كل البيكسل اللي جايه اللي هي 1 في 10، كل واحده والكورسبوندنج بتاعها او المقابله ليها 1 في 10. تمام. بعد كده زائد الصفر في التسعة،
اوكي يبقى 0 في 9 اوكي زائد وهكذا لغاية لما تخلص كل البكسلز لغاية لما توصل للبكسل دي اللي هي 0 في 2 زائد 0 في 2 اوكي فهتخلص التسعة بكسلز. يبقى انا بعمل ايه؟ بضرب وبجمع، يعني دلوقتي بضرب كتير اهو، بضرب كتير ودي بضرب، وكل اللي انا بضربه بشوف الناتج بتاعه وبجمعه على الايه؟ على الاب. اوكي هي دي البروسيس اوف فلترنج، ان انت بتضرب وبتجمع، فلسمه برودكت. اوكي طبعا دي جنرال رول، طبعا اللي هو لو عايز يجيب الاس الجديده البيكسل الجديد، طبعا البيكسل الجديده عايز يرمز لها رمز اس ار، يعني مش مشكله ار كابيتال مثلا عادي، ده مجرد دامي فاريبل او مجرد نوتيشن يعني. طيب فلو انا عايز اجيب الاس بس، على اساس احنا متعودين الاس هتبقى عباره عن الويندو ات اندكس معين مضروبه في البيكسل او الفاليو في الايمج عند اندكس معين، زي ما انا قلت الايه ماينس 1 وماينس 1، يبقى ماينس هنا 1 وماينس 1، مثلا ماينس 1 و0 هيبقى ماينس 1 و0، يعني الواي مش هتتغير وهكذا. دي بس ماثيماتيكال نوتيشن للبروسيس اللي انا لسه قايلها دي. طيب ده الاس، فانت بتضرب وتجمع عشان تجيب النيو بيكسل فاليو في الاخر خالص. طبعا دي بيكون مثلا دي الاس، بعد ما تحسب دي كلها يطلع لك فاليو تمام مثلا 3. يبقى انت عندك دي الايمج الاصليه اللي هي الاولد، لو عايز تكون الايمج الجديده اللي هي نيو هيكون لك حاجه زي كده. دي كانت كام؟ دي مثلا 5 في 5، افرض مثلا انت عندك هنا ايمج 5 في 5، دي النيو، دي النيو البيكسل اللي انا لسه عماله بحسبها دي بتماب المكان ده اللي هو ده اللي كنت عماله اعمل على البروسيس، بيتماب الحته دي، هتحط في الحته دي ايه 3 وهكذا. يبقى انا همشي الفلتر على كل البيكسل فاليوز، على كل بيكسل فاليو يعني هطبقها، هطبق الفلتر على دي ويبقى عندي ويندو هنا مثلا عشان النقطه دي تيجي معايا. عايزه النقطه دي تيجي معايا، فاخد ويندو حوالين الايه النقطه دي تمام عشان في الاخر اجيب البيكسل فاليو اللي هي دي. اوكي طيب ده الفلترنج بيحصل ازاي؟ بضرب واجمع البكسل ريجن اوف البكسل اوف الايمج الاصليه في الويندو عشان يطلع لي اونلي 1 بكسل في الايمج الجديد. طيب طبعا احنا لاحظنا ان اثناء ما انا شغاله ممكن وانت شغال كده بتلاقي ان البكسل او الريجن اللي بضربها بضربها في ايه؟ مبيبقاش هنا في حاجة هضرب فيها، يعني البكسل الفلتر بتاعك لو بدأ عند النقطة دي، لو أنا كنت انترست أجيب النيو بكسل فاليو في الإيمج الجديدة بحيث إن أنا عايز أجيب النقطة دي، دي الإيمج النيو أنا عايز أجيب النقطة دي، فهيحصل إيه؟ هخلي النقطة دي كده وهي في الأصل حواليها فلتر كام؟ 3 في 3، على أساس إن أنا طبعا مثبتاه على الإيمج كلها 3 في 3. طيب هتلاحظ إن هنا إيه الفلتر ده ممكن يكون فيه قيم عادي، زي ما أنا قلت مثلا كان فيه واحد وكان فيه واحد وهنا واحد وهنا 4، خلينا نخليه على جنب. هو الفلتر ده ممكن يبقى موجود كده فيه قيم عالي خالص تمام، ولكن الايمج في الاصل مالها؟ ما فيهاش قيم عند ال ما فيهاش قيم عند الكورنر ده هنا، لان الايمج اصلا بدايتها من هنا، بدايتها كده. انت هتجيب بيكسل فاليوز من هنا ازاي؟ دي طبعا دي حاجه مالهاش معنى. طبعا بتعمل حاجتين، يا اما مثلا بتعمل بادنج او بتعمل ريبليكت، هنبقى نيجي عند الستيب دي في سلايدز قدام تمام. بس هو ان جنرال يعني لازم ابدا من ايه؟ من اول بيكسل. وهحل دي ازاي؟ هنقول لكم عليها بالتفصيل في الايه؟ سلايد جاي. طيب بس ان جنرال يعني انت بتبدا من البكسل دي اوكي، تبدا ايه لو الفلتر بتاع ده كان هنا سالب 4، تبدا تضرب وتجمع في البكسل دي عشان تطلع للبكسل النهائيه دي. اوكي طيب بتفضل تكمل الفلترنج ده لغايه لما توصل ليه؟ لاخر بيكسل فاليو او اخر بيكسل، يبقى الفلتر طبعا موجود بالمنظر ده. اوكي طيب
فعشان تفهم الاكس وماينس 1 وواي ماينس 1 والحاجات دي كلها، الفكرة ده بيوضح لك اكتر. لو انت عندك ويندو وعندك الويندو اللي هتاخدها من الايمج برضو، دي الايمج الاصلية وده الماسك، هتنفذه على الجزء ده في الايمج، فيبقى الماسك عبارة عن السيس دي، والايمج الريجون بتاع الايمج عبارة عن السيس دي، بحيث اللي في النص بنسميها اف اف اكس واي، يعني النقطة اللي اسمها اكس واي. بفرض طبعا الماتريكس الاصليه او الايمج الاصليه بسميها اف. طيب فيبقى البكسل اللي جنبي عباره عن اف واي ماينس 1، اكس واي ماينس 1، وهنا اكس واي بلس 1، بحيث طبعا ان النقطه لما بتكون كده، ده كله ده له اكس واحد، فما ينفعش ذا سيم اكس يعني. فيبقى عندك اكس واكس واكس، ما ينفعش تزود في الاكس حاجه لان هم ايه؟ هورزونتال زي بعض. طيب هتلاقي هنا برضو اكس ماينس 1 واكس ماينس 1 واكس ماينس 1، لان الاكسات كلها ايه؟ واحد، وهنا اكس بلس 1 واكس بلس 1 واحد. فدي اف اكس واي، دي واي ماينس 1، دي واي بلس 1. الواي اتغيرت ليه؟ لان انت هنا ايه، الواي دي بتريبريزنت ال vertical، خلاص. فانت طبعا رحت في vertical تاني او في واي تانية، فيبقى هنا الواي ماينس 1 والواي بلس 1. قس على ذلك طبعا كل البيكسلز، لو انت كنت هنا وطلعت فوق يبقى الاكس اتغيرت والواي فضلت زي ما هي، لان انت في نفس الايه، في نفس الواي اللي هو الفيرتيكال. فهيبقى دي، هتلاقي دي مثلا واي ودي واي ودي واي، كلهم واي، هنا واي ماينس 1 واي ماينس 1 واي ماينس 1، وهنا واي بلس 1 بلس 1 بلس 1، تمام. فدي ايه الجزء ريجو من الايمج اللي بتعمل له فلترنج. والويندو بتكون دي الويندو اوف 0 0، ودي 0 1، ودي 0 ماينس 1، زي ما اتفقنا طبعا. بيبقى ذا سيم واي، هنا 0 0 0، هنا سالب 1 سالب 1 سالب 1، وهنا 1 1 1. وقس على ذلك الاكسات، هنا 0 0 0، هنا سالب 1 سالب 1، وهنا 1 1 1. طبعا انا بقول 0 0 لان انا بادئه من النقطه دي، وبقول 0 1 لان انا مشيت كده واحد بالنسبه للواي، وهنا مشيت واحد بالعكس بالنسبه للواي، فيبقى ماينس 1 وهكذا. فدي بس لو انت عايز تفهم الايكويشن دي اللي هي واي اوف ماينس 1 وماينس 1 تضربها في اكس ماينس 1 وواي ماينس 1، ده لو احنا هنعمل الفلترنج كاوبريشن يعني، او كماثيماتيك. لكن كتطبيق متخيلين طبعا الدنيا ايه اسرع، هتبقى عامله ازاي. بضرب وجمع، بضرب وجمع كل الفاليوز اللي كورسبوندنج مع بعض في الريجون بتاع الايمج والريجون بتاع الايه، بتاع الفلتر. طيب تمام. دي اللي هي الايكويشن اللي بتبريزنت، لو انت طبعا دي ايكويشن مفصله يعني، كاتب لك كل الترمز. طبعا اعمل لك نقط هنا لان هو الفلتر ده ممكن يبقى كتير، مش لازم يبقى 3 في 3، ممكن يبقى 5 في 5 7 في 7، فدي جنرال رول. طبعا ممكن نبريزنت الايكويشن دي بجنرال رول، بحيث طبعا ان انت تضرب وتجمع على الـ على الاكس والواي، تمام. هو دي كلها نوتيشن. انت ممكن مثلا تقول هضرب، اصل هجمع على الاي بتساوي الجي بتساوي زيرو، لغاية مثلا انا اكتب هنا ثلاثة عشان احنا نفهم بس ان انا الفلتر بتاعي ممكن يبقى ثلاثة، والجي بيساوي زيرو لغاية، سوري، الاي من زيرو لغاية ثلاثة. تضرب وتجمع ايه؟ تضرب وتجمع الويندو اوف الاي والجي، يعني اوف 0 0 مثلا في اول مره، تمام. تضربها في مين؟ تضربها في الاف اوف الاكس بلس الاي، يعني هتلاحظ ماشي في الاي، ودي والواي واي بلس الجي، اوكي. هتلاحظ ان انت لو انت عندك مثلا نقطة اسمها 0 0، فيبقى عندك النقطة هنا اكس وواي. طيب 1 و1 هتبقى اكس بلس 1 وواي بلس 1، كمان عشان كده بقول لك الكورسبوندنج بيكسل فاليوز في الاثنين. فبتضرب انت في ال، بتمشي كده في الاكسات وتخلص، تخلص كل الاكس يعني، تضرب الاكسات وبعدين تبدا تضرب ايه في الوايت، او تجمع كل البكسل فاليوز يعني، تمام. فالسمشن الاوليه بتبريزنت الاكس، والسمشن الثانيه بتبريزنت الواي. فلو انت كنت يعني زي مثلا الاي بزيرو، فتبدا تشوف كل الفاليوز بتاع الايه، بتاعه الجي،
هيبقى معاك مثلا W of 0 و0، تمام؟ وبعد كده تبدأ تضربها في الكورسبوندنج فاليو بتاعتها، وبعدين ال W of ال 0 و1، تمام؟ وهنا ال 0 سوري ال W of ال 0 وال 2 0 1 2، تمام؟ احنا طبعا بقول indices يعني. طيب ممكن تبدأ من صفر لتلاتة، ممكن تبدأ من سالب A لسالب B، أو ال أنت معاك كده؟ سوري، هي طبعا مفهومة يعني مش شرط، بس أنت عامة بتخلص الإكسات، بتخلص الإكسات وتبدأ تخش إيه في الوايات، أو تخلص الوايات وبعدين تبدأ في الإكسات. الاثنين دول بيكونوا زي بعض، الـ A والـ B أو النهائية دي بتكون زي بعض، أوكي؟ هو هنا عشان بس يعمل لك ريبريزنتيشن ليه ما يوصلش للاثنين دي، أو ما يوصلش لصفر 1 2 3 4 5 أو كده، عايز يقول لك اللي هي 1 وسالب 1. بيريبريزنت بيبدأ كده بيقول لك A A مثلا وسالب A، بس ممكن يجي لك مثلا هنا 1 يبقى سالب 1، لو الـ A أكتر يبقى عندك هنا 2 هنا سالب 2، تمام؟ وير إن الـ A دي A بتساوي إما ماينس 1 على الاتنين. فأنت يعني دي الجنرال رول، وهتبقى هتشتغل عادي مش مشكلة. بس لو دي مور اكوريت، مور اكوريت ريبريزنتيشن او فورمولا للفلترنج، بحيث ان انت الاي دي مش تبدأ بقى من الصفر للتلاتة، لا هتبدأ من نص من النص، تمام؟ هيبقى ام ماينس 1 على الاثنين، شوف الام بتاعتك بكام، 3 3 ناقص 1 2 2 على الاثنين بواحد، فتبدأ من واحد، هيبقى الاي بتاعتك بواحد، يبقى انت عندك هنا ايه 1 وماينس 1 ده اخرك، فتبدأ من الماينس ماينس ايه لغاية الايه يبقى ماينس 1 و1، وشوف بقى ايه القيم اللي موجودة في النص، يبقى ماينس 1 و1 و0، وهكذلك برضو للايه للبي. لو انت عايز تبدأ هنا دي بتريبريزنت البي بتاعتك ودي الماينس بي، اوكي؟ فهتبقى برضو البي بتساوي ان ماينس 1 على الاثنين، بفرض يعني ان الان والام مختلفين، وما ينفعش طبعا ان انا اخد فلتر او جنرال، يعني ما ينفعش اخد فلتر يبقى بالمنظر ده، مثلا يكون هنا 3 وهنا 5، يعني ما فيش حصل يعني، او لا يفضل يعني. واحد اتنين تلاتة مفيش، فانت ده بيربريزنت ال A، يبقى معاك A وماينس A، وده ال B وماينس B. هو حاطط لك A و B كلهم المفروض يبقوا واحد عادي، بس مش مشكلة، وال N وال M المفروض يبقوا واحد برضو، لأن مفيش فلتر أو جنرال يعني، دايما بيكون الوس والهاي بتاع الفلتر بيبقوا واحد. فال N وال M ده بيربريزنت الويتس والهايت بتاع البكسل، تبدأ بالرو تبدأ بالكولم زي ما انت عايز، اوكي؟ بيقول لك طبعا بنستخدم اود سايز، وال W اوف 0 بتبقى واقفة عند ال F X و Y، اوكي؟ الاثنين التو سنترز موجودين ايه على بعض. طيب ده الفلترنج بيحصل ازاي ان كيس ان احنا طيب خلاص انا كده عرفت الفلترنج، وعرفت ايه هو اللوكال بوينت انهان لوكال انهانسمنت، ايه هي انواع الفلترز اللي عندي، او ايه هي انواع الانهانسمنت اللي عندي. ناخد انواع الانهانسمنت، واحنا في كل انهانسمنت معانا ناخد فلترز كتير بتعمل الحاجه دي. وافرض مثلا انت عايز تعمل سموثنج او تعمل شاربنج، ايه الفرق بين السموثنج والشاربنج؟ يعني السموثنج دي ان انت عندك مثلا عندك ايمج فيها اوبجكتس معين، وعندك هنا ايه نقطة، نقطة كده او نقطة هنا، النقطة دي احنا بنسميها ايه، بنسميها نويز. في بعض يعني احيانا بنبقى عايزين النويز دي تتشال، عايزين الايمج الجديدة يكون فيها نفس الاوبجكت عادي، بس النويز دي متشالة. اوكي، فهنعمل ايه، هنعمل سموثنج. سموثنج يعني نعمل حاجة زي افريجنج، تاخد البكسل دي وتاخد ريجن حواليها
ليه ان الحواليات دي كلها مثلا بيضة، والنقطة دي ان النويز دي بس هي اللي سودة، هيبقى الافرجنج ايه؟ هيبقى بيضة، النقطة دي هتبقى بيضة. اوكي، او هيحصل لها بلورنج. بلورنج يعني هتبقى باهتة شوية، نويز بس باهتة شوية، مش هتبقى واضحة او كلير زي ما كانت ايه جاية في الام. فده فكرة السموسينج، ان انت بيكون عندك بتعمل افرجنج للبكسل مع البكسل اللي حواليها عشان تجيب نيو بكسل. الشاربنينج بقى العكس، العكس ان انت بيكون عندك يعني عندك لو فرضنا نويز بتبقى عايز تظهر النويز قوي. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها ان انا بقى عندي نويز عايز اظهر، لان النويز دي المفروض انها ايه حاجه مش كويسه. لا، هو بيبقى قصده ان هو لو انت مثلا عندك ايدج زي كده اوبجكت والحدود بتاعته باهته او مش باينه قوي، انت بتيجي هنا في الاوبجكت الجديد او في الايمج الجديده بيبقى الاوتبوت الحاجه دي بتبقى ايه شاربنج، بيحصل لها شارب، بحيث ان لو كان مثلا عندك حاجه زي كده ظاهره بص تلاقيه هو هنا ايه ظهرها اكتر. ممكن دي تكون ايدج، هو بيعمل شاربنج بنيه ان اللي انت عايز توضحه دي حاجه مهمه اللي هو الايدجنج الايدجز يعني. فده الفرق بين الشاربنج والسموسنج. السموسنج بيريموف النويز او بيعمل بلورنج، والشاربنج بينهانس او بيمفاسايز الايدجز او بيظهر الايدجز. اوكي، عايزين ناخد انواع الفلترز اللي ممكن تقابلنا في السموسنج مثلا او في كل واحد فيهم. هو هنا بيقول لك السموسنج بيستخدم في البلورنج والنويز ريدكشن، والبلورنج دي معناها ريموفنج السمول ديتيلز. طيب عشان اعمل سموسنج بستخدم نوع من انواع، يعني طبعا في فلترز كتيره بس واحد منهم اللي هو الفلتر ده، ان انت بتيكوالي بتدي ايكوال كونتريبيوشن للايدجز اللي حواليك وفي الاخر تاخد المين. يعني بتعمل فلتر كده كله وحايد وتبدا تضرب وتجمع فين في الكورسبوندنج ريجون في الايمج، وفي الاخر بيديك الافريج فاليو. اوكي، طيب عادة ما في السموسينج بيقول لك ان الاليمنت اللي موجودة في الماسك دايما بتبقى ايه بوزيتيف، لازم تبقى بوزيتيف. والسمشن طبعا لازم يبقى زيرو، اجمع لي ده كده هيديك 9، اضربها في 9 هيديك 1، لازم السمشن يبقى 1. اوكي، طيب بعمل نويز ريدكشن او بعمل بلورنج باستخدام سموسينج لينير فلتر او سموسينج نون لينير فلتر، على حسب النويز اللي عندك هتستخدم انهي واحد فيهم. السلينير دي هنعرف برضو ايه هي الفلترز اللينير وايه هي الفلترز النون لينير. هنا مثلا ناخد بالنسبه مثلا للينير، بيقول لك انت عندك تو تايبس اوف لينير فلترز، الافريج فلتر او الويتد افريج فلتر. الستاندرد افريج، الافريج بنسميها ستاندرد افريج او الويتد افريج، والنون لينير او بنسميها اوردر ستاتستكس، في منها كتير مثلا منه ماكس او الميديان. ففي ميديان فلتر ده نوع من انواع الاوردر ستاتستيك او النون لينير. هنا ناخد واحد منهم السموسنج لينير سموسنج، وهناخد الافريج كيرنلز او الافريج فلترنج. اللي بيحصل ان انت زي ما اتفقنا طبعا بتاخد فلتر زي كده تبدا تطبقه على الايمج. طبعا هنا هيظهر لك، خلينا مثلا نشوف ايمج والتاثير بتاعها. اتمنى طبعا يعني دي لو انت عملت ميديم فلتر. طيب بيبقى الايمج عندك هنا بتلاقي ان الاوت عامل زي كده، تمام، ده الميديوم فلتر. بعد ما تبدا تطبق الافريج فلتر تلاقي الايمج حصل لها بلورنج. ولو كان في نقطه كنت عايزه بس بدور على ايمج يكون فيها نويز صغيره كده، لو كان في نقطه هنا هتلاقي النقطه دي اتشالت. اوكي، طيب ده الافريج فلتر او الستاندرد افريج. الفلتر كونتنت بيكون عباره عن واحد، طبعا احنا متخيلين ممكن الداتا تبقى فيها ايه، ان انا ابدا اضرب واجمع اللي هيطلع، ما اطلع فاليو يطلع فاليو افريج في الريجن اللي انا فيه. من ضمن الادفانتجز من الستاندرد افريج ان هو بيعمل ايه، بيريموف النويز او بيعمل سموسنج للنويز. وطبعا دي بتبقى حاجه كويسه، ان انت لو عندك نقطه تحس كده انها عشوائيه او اوتلاير او اوتلاير بالنسبه للايمج الريجن اللي حواليها بقدر اشيلها. بس الفكره كلها ان هو بيشيل النويز وكمان بيعمل ايه بلورنج للايه للايمج كلها. يعني لو لاحظت كده ان انا لو عندي هنا في النقطه دي عندي مثلا كان هنا نويز هيشيلها. اوكي،
بس الايمج الاصليه المهمه اصلا عمل لها ايه؟ برضه عمل لها ايه؟ عمل لها بلورنج. اوكي، فدي مشكله في الافريج فلتر. فواحد من ضمن الحلول هو ان انا ابدا اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها ويتد افريج، وهو ان انا اجي عند البكسل اللي في النص واديها ويت اكبر، والبكسلز اللي على الحرف مالها اديها ويت اقل. ده هيبقى الفكره بتاعت الويتد افريج. بتيجي هنا تروح قايل ايه؟ طبعا انا عايز لازم السمشن يبقى بيساوي واحد، انك تسعه تضربها في واحد على تسعه. اعمل هنا حاجه بحيث اللي في النص يبقى له ويت كبير. يفرض مثلا ان احط اربعه، يبقى معاك اربعه واثنين 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 واثنين، يبقى دي اوبجكت موجود في الصوره. مسيوم انا بحل مشكله الايه؟ البلورنج اوف الايدجز، او بلورنج في الاوبجكت نفسه. فبتعمل حاجه زي كده وبتخلي الكورنرز مالها بي وحايد، لو جمعتهم هتلاقيهم 16، اضربها في 16 هيديك السمشن ايه؟ واحد. فده الفكره بتاع الويتد افريج. بتطبق فلتر تاني بس على الريجون، هتلاقي ان الايمج مالها يعني هتشيل النويز، بس الاوبجكت الاصلي ماله موجود زي ما هو عادي. طيب الى حد ما، فهو بيرديوس الايفكت اوف ريديوس الايفكت اوف بلورنج، مش بيمنعه، بيرديوس. طيب فاللي بيحصل بقى ان انت مثلا لو عندك الفلتر ده، وهتبدا مثلا انترست بالبكسل اللي هي 94 دي معاك كده، الريجون دي ايه اللي هي غيرت باللون الاحمر دي، ومعاك الريجون تضرب وتجمع. طبعا عشان انا بضرب ال 110 في واحد وال 120 في واحد وال 90 في واحد، فالفلتر ده سهل قوي. انت بس هتجمع الفاليوز دي، يبقى معاك 110 120 190 وهكذا وهكذا، هيديك في الاخر ايه؟ 98 1 من 10. يبقى البكسل فاليو النهائيه لل 94 هتبقى كام؟ هتبقى 98. طبعا ما فيش حاجه اسمها 1 من 10، لان البكسل فاليوز تبقى ايه؟ تبقى ديسكريت. طيب يعني بتعمل فلوري، انت بتقرب يعني. طيب لو عايز اعمل نفس الفكره دي، معايا ريجون وانترست بالبكسل دي، عايز اجيب الاوتبوت بتاعها بيزد على النوع الثاني من الفلتر اللي هو الويتد افريج. بتحط اربعه هنا بس في النص وتضرب وتجمع، هيطلع لك في الاخر ايه؟ 97. هو عمل ايه؟ 98 97، يعني 98 دي يعني بعد عن ال 94 كتير، لكن 97 يعني ايه؟ اقل منه شويه. تمام؟ طبعا بفرض ان انا لو ما كنتش عملت، انا بقول بيقلل البلورنج مش بيمنعه، عشان كده شايف 97 و8 من 10. فهي يعني ممكن يفرق في بيكسلز تانية، ولكن هو ده الهدف بتاع الويتد افريج، ان هو بيرديوس الافكت اوف البلورنج اللي ناتج من الافريج فلتر، او الافريج فلتر ممكن يعمله. تمام؟ طيب ده مثلا مثال على الافريج فلتر، او بيقول لك الفرق. الفرق هنا في الستاندرد افريج والويتد افريج. لو معاك هيطبقها بقى على ماتريكس كبيره، او ماتريكس مش على بكسل واحده هنا. يعني هنا كنا مطبقينها على بكسل واحده، ممكن يكون اهميته مش باينه. هنا هيعملها على ماتريكس كبيره، او بفرض ان دي جزء من الايمج ودي جزء من الايمج. هطبق الفلتر ده على كل البكسلز، هيبقى الاوتبوت كده. يعني مثلا احط الفلتر ده هنا، تمام، ويبدا ايه؟ يبدا فلتر ده بثلاثه، يعمل كده، تمام، ويبدا يضرب ويجمع الفاليوز دي، اللي هي طبعا انا هنا ما عنديش فاليوز. افرض ان هي افرض ان هي اصفار، فمعايا 10 و10 و10 و10، اربع عشرات، 40 40 على ايه؟ أربعين 40 على 9. هو ممكن يكون استخدم بادنج هنا مختلف، اللي هي ريبليكت مثلا. فلو عمل ريبليكت 10 10 9، ماشي. هو ممكن يكون عمل ريبليكت هنا، اصل في نوعين من البادنج، ان انت تحط البيكسل فاليوز اللي هنا تكررها. يعني معاك هنا ايه؟ معاك هنا عشرات، حط عشرات هنا. تمام؟ معاك هنا ايه؟ معاك عشرات، حط عشرات هنا. اوكي؟ طيب فلو جينا نضرب نجمع الفاليوز دي كلها، هنلاقي ايه؟ عشرات 9 مرات، فتبقى 90. 90 في 9، 90 في 1 على 9 هيديك ايه؟ هيديك 10. هيديك 10؟ هيديك 10. اوكي؟ وهكذا. ده الايه؟ الستاندرد افريج. لو عايز تطبق الويتد افريج هنا، طبعا انا بدات بالبكسل دي، ابدا بقى اعمل حاجه اسمها راستر سكان. راستر سكان يعني ابدا امشي رو رو واطبق الفلتر، وبعدين امشي على الرو اللي بعده، وهكذا. يعني انت لما بتشتغل على الفلترنج،
اشتغل على الايمج دي، على البكسل دي، وبعدين البكسل دي، ده هو المفروض كده يعني، وبعدين البكسل دي، وبعدين البكسل دي، وبعد ما تخلص تعمل دي، وهكذا. وانت بتعمل راستر سكان، يعني بتعمل هوريزونتال سكان، بتمشي كده ايه، رو رو. طبعا اكيد في فيرتيكال سكان، بس ده المسمى يعني، او متعارف عليه، وده ايه، بعدين بتخلص البكسل دي. طيب خلصنا ده الستاندرد افريج، تبدا تعمل نفس الاوبريشن بالنسبه للويتد افريج، بتبدا تمسك ريجون ريجون وتبدا تضرب وتجمع في ايه، في البكسل دي، وبعدين الناتج تضربه في 16. هيديك حاجه زي كده. هتلاحظ بقى ايه، هتلاحظ ان ال 10 و10 و200 خلى ال 10 وال 10 و200 دول تبقى 10 و73 و173. يعني انا ليه عمل بلورنج لمين؟ للايدجز. هتلاحظ ان ال 10 وال200 دول ايدج يعني تو بيكسل فاليوز مختلفين قوي عن بعض، خلاص. فالمفروض ان هيبقى، لو انت دي صوره، هتلاقي ان في خط كده او في حاجه موجوده ما بين التو بيكسل فاليوز دول، فدي اسمها ايدج. ايدج يعني في ديفرنس بين التو بوينتس اللي جنب بعض. فهتلاحظ هنا عشرات كتير و200، هنا بقى اعمل بلورنج. بلورنج يعني خلى ال 10 73 وخلى ال 200 137، فدخل الايه، الايدجز في بعض، فعمل بلورنج للايدجز. طيب الويتد افريج عمل ايه، خلى ال 10 دي بيبقى 58، ما خلاهاش 73، ما كبرش القيمه بتاعتها، لا يعني خلاها قليله شويه. وال 200 173، 153 دي اقل من 100. هو قلل يعني، هو بيقلل الديفرنس بين التو بوينتس دول، وبالتالي هو كده بيدي ويت للنقطه دي، عشان هو ممكن تكون مش نويز، ممكن تبقى نقطه اساسيه في الايه، في الصوره، وبالتالي هو ايه، بيديها ويت اكبر. اوكي طيب. فالهدف من الويتد افريج ان هو بيرديوس الاماونت اوف بلورنج الايدجز. الايدجز ما بيعملهاش بلورنج قوي، تمام. طيب هنا مثلا ده لو كان 200 نقصها بقى 137، ال 200 بقى خلاها 153، يعني ما بعدش قوي عن ال 200. هنا ال 10 خلاها 73، هنا ال 10 خلاها 58، ما بعدش قوي برضه عن ال 10، فالبلورنج افكت بقى اقل. ده الهدف من الويتد افريج. طيب بالنسبة لحتة البادنج، أو إيه اللي هيحصل لو أنا كنت يعني موجودة على الكورنرز. طيب أنا مثلا أجيب حاجة زي كده. هو في العموم طبعا زي ما أنا اتفقت، إحنا بنبدأ عند البيكسل دي، اوكي. بس هو ان جنرال يعني، لو انت معاك بيكسل واقف عندها والماسك خارج كده، هنعمل ايه بقى؟ هنحط قيم ايه هنا؟ هنحط، هو عامل لك علامة استفهام، حط علامة استفهام يعني هنعمل ايه؟ هنحط مثلا سوري، هنحط 8 و1 و6، هنحط اي ارقام، ودي مثلا دي 1 و8 و15، هنحط 8 و1 و6 ولا هنحط ايه؟ ولو فرضنا ال 8 و 1 و 6 دي اصلا بيكسل بتاع الفاليوز بتاع الفلتر، العلامه الاستفهام دي هنحط بدلها ايه؟ هنحط الواحد والثمانيه وال15، ولا احط صفر وصفر وصفر، ولا احط الافريج، ولا احط ايه؟ طبعا عندي انواع كتيره من البادنج. البادنج دي يعني ان انا هبدا احل مشكله الايه؟ الاوتسايد اوف ذا ايمج، الكيرنل فول اوتسايد اوف ذا ايمج، احل مشكله الفاليوز اللي مش موجوده في الايمج نتيجه ان انا دلوقتي بستخدم فلتر. طبعا انت ممكن تعمل حاجه اسمها زيرو بادنج، تعمل زيرو بادنج يعني تحط هنا زيروز، يبقى الثمانيه هتضرب في صفر، والواحده هتضرب في صفر، والسته هتضرب في صفر. او بتعمل ريبليكت. ريبليكت يعني تبدا تكرر ال البكسل الموجوده. لو عندك هنا واحد تحط واحد، لو عندك هنا ثمانيه تحط ثمانيه، لو عندك هنا 15 تحط 15، تمام. دربلك انت هتكرر ايه الحاجه اللي فاضل، بتجيب اقرب حاجه موجوده في الايمج تحطها. وطبعا في نوع تاني اللي هو المين، بتاخد المتوسط يعني كل دول بكام، مثلا 18 زائد 5 مش عارف، 8 زائد 5، 8 زائد 1 زائد 15، ولا افرض مثلا 9، تبدا تحط 9 هنا، الافرج مثلا بتاعهم تحط هنا ايه، 9. اوكي يبقى ده حلول من ضمن الحلول اللي ممكن نعملها في البادنج.
فالبادنج is the process of filling the outside of the image during the process of the special filtering. Okay, طيب. الفيرست سوليوشن اللي هو الزيرو بادنج، ممكن نعمل زيرو بادنج وان انا ابدا احط صفار في الاماكن اللي هي فاضيه واضرب واجمع برضه عادي، بس هي التاثير بتاع الزيرو بادنج ان بيظهر لي حاجه زي كده، البوردر ده بيبقى موجود نتيجه طبعا ان انت هنا بتقول له ارقام وبتدي صفار، فعمال تضرب وتجمع واصفار، فالقيم اللي هتطلع لك هنا لو ما كنتش دي سبتها ما اعتبرتهاش في دماغك خدت دول، ولنفرض انت بتاخد المين هيطلع لك 10، لو خدت دول معاك تاخد المين فبتقسم على بتجمع رقم اكبر او بتقسم على رقم اكبر فبيقلل القيمه، وطبعا طالما دي صفار فهتلاقي ان الصفر اكتر، يعني البوردر ده بيبقى غامق اكتر. اوكي فدي مشكله بس الزيرو بادنج، هي بتحل فكره ال الاوتسايد بتفل البيكسلز الاوتسايد اوف ذا ايمج ولكن بتنتج لي بلاك بوردر كده، الايه الديس ادفانتج بتاعتها. طيب لو عايزين نحلها بنعمل بوردر بادنج او ريبليكت، ان انت بتشوف دي كانت كام، واحد تحط واحد، 8 8 15 15، بنسميها ريبليكت او بوردر بادنج، دي بتحل الدنيا شويه. تمام لو عايز ناخد مثال من الاول للاخر بنعمل زيرو بادنج ازاي، يبقى عندك مثلا افرض انت انترستد بالبيكسل اللي هي 13 فبتعمل ريجن حواليها 3 في 3، بتاخد الفاليوز دي من الايمج اللي هي 10 و11 و12 و13، وهتلاقي ان الايمج الفاليوز اللي هنا مالها مش ما فيش فاليوز لان طبعا احنا بره الايمج، فممكن تحطها ايه زيرو بادنج، تحط لها زيروز. اوكي 13 13 زائد 12 زائد 10 زائد 11 تجمعهم على بعض وتجمع عليهم ايه زيروز، هيبقى طبعا كانك ما جمعتش حاجه، او في الاخر الرقم ده هضربه في ايه في 9. تمام فهيديك 5، يبقى الناتج بتاع الزيرو بادنج هنا 5، يبقى الستاندرد افريج مع الزيرو بادنج ال 13 هتبقى 5. هنكمل طبعا بحيث نوصل للبيكسلز كلها، هيديك ايه ده الناتج. وطبعا هيظهر لك برضو هنا ايه البوردر ويز بلاك بوردر. طيب لو عايزين نشيل الايفكت بتاع بلاك بوردر، طبعا المفروض كان زي ما جاب لي الايمج هنا هيجيب لي الايمج التانية بس مش مشكلة. لو عايز يحل مشكلة ريبليكت بوردر هيبدأ يعمل ايه، هينفذ الاوبريشن عادي بس هيحط زي ما اتفقنا، هيحط هنا 13 و13 و10 و13 و12. اوكي الايمج طبعا دي بتحط ممكن تبقى الافرج ما بين ال 13 وال 10 او ال 13 على طول. اوكي الايمج دي هتبقى في النص هنا دي. طيب هيطلع لك الايمج دي لو الفرق هيكون ايه بقى، الاختلاف ما بين الاوتبوت ده والاوتبوت ده بالنسبه للماتريكس بس، لو ما لو مش معانا صوره زي كده هتلاحظ ان البوردر ماله هنا 5 5 6 5، يعني القيم صغيره، هنا هتلاقي القيم مالها لا كبيره عادي، كبيره عادي خالص قريبه من من الايمج الاصليه، وبالتالي مش هيبقى فيه بلاك بوردر، لو في اوبجكت هيبقى موجود عادي مش هيبقى غامق، ولو ما فيش مش هيبقى بوردر، هيبقى هيبقى باك جراوند عاديه يعني. تمام as you can see the gray values of the boundary pixels are not affected too much with the averaging filter. الزيرو بادنج ما يعني اثناء الزيرو بادنج البيكسلز هنا بتقل، لكن في الريبليكت بوردر البيكسلز بتفضل زي ما هي وبالتالي البلاك بوردر ما بقاش موجود. اوكي طيب دي بس برضو معلومة تانية، ماذا لو انت عملت افريجنج فلتر وخليت بدل 3 في 3 مثلا خليت 5 في 5 9 في 9 15 في 15 وهكذا، كل ما كبرت الافريج فلتر كل ما البلورنج بيزيد. اوكي البلورنج بيزيد يعني البهتان بتاع الصورة بيزيد. اوكي طيب واتس اب تو، يعني على حسب انت عايز، يعني انت عايز فعلا تبهتها ممكن يكون انت انترست بان هي تبقى باهته قوي فبراحتك، بس انت عشان توصل للبهتان القوي يبقى لازم تكبر الايه الويندو سايز. النوع الثاني من الفلترز اللي موجوده في السموثنج اسمه الاوردر ستاتستكس او النون لينير فلترز. النون لينير فلترز
ان انت مش بتعمل فلترنج اصلا، انت بتاخد البيكسلز دي وتعمل عليها اوبريشن وفي الاخر بتاخد واحده منهم، فاهمني؟ فبتحصل ازاي بقى؟ ان انت لو هتعمل مثلا النون لينير دي في منها انواع كتيره، اللي هو المين والماكس والميديان. لو خدت الميديان فلتر فانت بتاخد الميديان فلتر مثلا او 3 و3، بتاخد 3 في 3، تبدا تعمل ايه، سورتنج للبيكسل بالتنازلي. مثلا البكسل دي هتبقى 90 90 و90 وهكذا، تاخد النقطة اللي في النص اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دول 9، فهتاخد 1 2 3 4 وتاخد الخمسة اللي هي النقطة اللي في النص الميديان، يبقى ال 94 عشان تحط لها ايه 95. كان ايه الـ ايه الـ الهدف من السموسينج او باستخدام الاوردر ستاتستكس؟ هو ان انت لما بتيجي تعمل سموسينج باستخدام اللينير فلترز برضه بتعمل بلورنج للاوبجكت نفسه، تمام؟ يعني انت بتعمل بلورنج للنويز وانت شغال مع بلور النويز ببلور الاوبجكت نفسه. فلو احنا عايزين زي ما حليناها في الويتد افريج ان انا بدي ويت للبيكسل الحاليه، الفكره ان انت وانت بتدي ويت للبيكسل الحاليه انت ممكن البيكسل الحاليه هي اللي تبقى ايه، هي اللي تبقى نويز، بتدي لها ويت فتظهرها اكتر، بتعمل لها بلورنج اكتر. وممكن تبقى البيكسل الحاليه انت عملت لها ويتنج بس زي ما احنا شفنا كمان 97 98 ما بيبقاش التأثير قوي. لكن هنا الميديا الفلترنج بيقول لك ايه، بيقول لك بص يعني النويز دي من الاخر يا اما تبقى نقطة عالية قوي يا اما تبقى نقطة واطية قوي قليلة قوي، فده ده الفكرة. فانا بقى هعمل ميديا وهاخد النقطة اللي في النص بحيث ان هي لو كانت باك جراوند هتبقى باك جراوند، لو كانت في الاوبجكت تبقى اوبجكت، لو نويز انا مش هبقى محتوى قوي ان انا اشيلها كنويز. انا مش هعمل سموسنج، بس النويز مش هعمل لها بلورنج قوي، لان انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي الاوبجكت نفسه، تمام؟ فدي فكره الميديوم فلتر، ان ما بيعملش فلترنج اصلا وبيعمل سورتنج للبيكسلز وبياخد النقطه اللي في النص علشان ما يعملش بلورنج للاوبجكت. اوكي طيب تمام. طيب من ضمن الحاجات المهمة جدا في الميديم فلتر اللي هو بيكون افكتيف فيها، فكرة ان ماذا لو كانت النويز اللي موجودة على الصورة سالت اند بيبر. سالت اند بيبر يعني ابيض واسود، يعني لو الصورة دي عليها ابيض واسود انا بقى اشيل الابيض ولا اشيل الاسود؟ فانا بقى اشتغل في الميديم، صح كده؟ فلما انا اجيب الميديم هتظهر لي صورة بالمنظر ده، الصورة هتبقى ايه؟ كلير، لان انا هشيل الابيض والاسود وهشتغل في الايه؟ في النقطة اللي في النص اللي هي تبقى البكسل الاصلي. ده الاستخدام الميديوم فلتر بيستخدم في تو ريديوس السالت اند بيبر نويز، نسميها سالت اند بيبر لان سالت يعني ملح وبيبر يعني فلفل، فملح وفلفل يعني ابيض واسود، فاهمني؟ بتضيف ابيض واسود على الصوره لو دي الايمج الاصليه. لا دي الايمج لو حطيت لها سالت عليها اصلا سالت وبيبر نويز، دي الايمج لو طبقت على افريج فلترنج بيشتغل، بس ما بيبقاش ايه تأثيره زي دي بالظبط، لأن ده بيبقى بيدي ويت كبير قوي للإيمج الأصلية أو البيكسل الأصلية. أي نويز بتشال لأن هو بياخد النقطة اللي في النص، تمام؟ ده طبعا مثال لو أنت عايز تطبق ميديم فلتر باستخدام الريبليكت، ده سالت نويز اللي هي رقم كبير 255، بيبر نويز اللي هي زيرو، ومعاك بيكسلز. ممكن عايزين نطبق الميديان على البيكسل على الماتريكس دي كلها، وهنلاقي ان الاوبن بتاعنا حاجه زي كده، تمام؟ النقطه اللي كانت 255 هنا اتشالت اهي بقت 153، والصفر بقى 153، يعني خد الافريج بدل ما ياخد صفر خد الافر خد النقطه اللي في النص ما بينهم الميديان، فطلعت 153 فحطها، فخلاص كده السالت اتشال والبيبر اتشال، فاهمني؟ طبعا متخيلين الدنيا تمشي ازاي يعني. اوكي هو بيقول لك ويز ريبليكت بوردر، يعني البوردر ده ايه هنكرره 150 هنا و151 هنا، وتحط مثلا دي هنا 150، اوكي؟ يبقى معاك قيم كتيرة تعمل لها ريبليكت هيطلع لك ال 100 151 الرقم اللي في النص تحطه هنا. وهتطبق نفس الاوبريشن طبعا، معاك 150 151 155 تحط هنا فوق 150 151 155، ده في الريبليكت بورد هيطلع لك ال 152. خلص الايمج كلها هيطلع لك كده، هتلاحظ ان كان عندك سلت وعندك ايه؟ بيبر هيتشال. اوكي؟ طيب ده طبعا كلام يعني نفس الكلام
هي بقول لك دي الايمج الاصليه، لو ضفت لها سالت اند بيبر. المفروض كان في ايمج تانية تضيف لها، مش مشكله. لو دي الايمج الاصليه وكنت عملت لها افريجنج هتبقى بالمنظر ده، لكن لو عملت لها ميديان هتبقى ايه بالمنظر ده. فاكره ان كان في صوره تانية بس مش مشكله. طيب فهو كويس جدا، يعني هو لو دي الايمج الاصليه فالمفروض كان يديني ايمج في النص فيها سالت اند بيبر. اوكي خلينا مثلا نفترض ان دي الايمج ودي الايمج عليها سالت اند بيبر، ايه اللي هيحصل؟ هتديك الايمج دي، هيحاول يحسنها الى حد ما. طبعا انا اشك في الافرج ممكن يعمل حاجه زي كده يعني، ولكن طبعا دي اكيد نويز، الكلمه دي اكيد مكتوبه غلط. دي الايمج الاصليه ودي السالت اند بيبر، يعني لو ضفت عليها راندوم نويز هتبقى البيكسلز كلها داخله في بعضها. هو هنا هيعمل ايه؟ هيحاول يحل المشاكل دي كلها ويديك حاجه زي كده. طبعا هتلاحظوا ان في بعض النويز هنا برضو اهي، لان هو لما بيجي يعمل مين كل النقط دي بيضة، فهياخد واحده منهم بقى. تمام. طيب ده الميديوم فلتر، وده كله الالجوريزمز بتاع السموسنج. هناخد المحاضره الجايه الشاربنينج، وكل ده في السبيشال دومين. اوكي.